بعد عام من التأخير انطلقت في العاصمة البريطانية لندن مساء هذا الجمعة أول خدمة ليلية لقطارات مترو الأنفاق، وستشمل هذه الخدمة خطي سنترال الذي يبلغ طوله 74 كيلومترا من الشرق إلى الغرب، وخط فيكتوريا الذي يبلغ طوله 21 كيلومترا ويمر عبر لندن. وقال عمدة لندن: إذا عملت كممرضة في وسط لندن أو كطبيب أو كحارس فبإمكانك العودة بسرعة إلى البيت، وإذا احتجت أن تذهب إلى العمل ليلا بإمكانك أن تقوم بذلك أيضا بسرعة، وكذلك الحال بعد سهرة رائعة في المسرح أو في مطعم، لا داعي لأن تقلق بشأن آخر قطار. خدمة قطارات ليلية تلتحق من خلالها لندن بركب مدن عالمية أخرى سبق في هذا المجال. وتقول إحدى القاطنات في لندن: أشعر كما يشعر الآخرون في مدن كبيرة على غرار هونغ كونغ، حيث توجد حركة نقل على مدى 24 ساعة. لقد أحرزوا تقدما كبيرا في هذا السياق، ولهذا نحتاج إلى هذا النوع من الخدمات في مدينة كمدينة لندن. وتتوقع هيئة النقل في لندن أن تبدأ الخدمات الليلية في كثير من الخطوط الأخرى هذا الخريف.